وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تولكي. في العادة تقعدوا معنا نصيب ساعة من 3:30 حتى 4 كل نهار ثلاث بمجموعة من المواضيع اللي تهم الأمن السيبرياني, تهم زيادة أمن المعلومات والمعطيات الشخصية. نحاولوا أن نعطيكم الإفادة والمعلومة في المواضيع هذه. كيف كما ترافقكم اليوم رانيا في الإخراج, محمد وفاطمة في الديجيتال, وكيف العادة خبير البرنامج محمد الحبيب كحبيس يونكس جي ار سي واي تي سي. مرحبا محمد الحبيب. مرحبا بك أسامة ومرحبا بالسادة المستمعين. في سايبر ستوري اليوم باش نحكيو على موضوع ديجا مازال جديد صار في جانفي 2024, نحكيو على اختراق لمنصة تريلو اللي تسبب في تسريب 15 مليون بريد إلكترونية. صحيح, هو باش نزيدو نوضحو حتى للسادة المستمعين, منصة تريلو اللي هي منصة لإدارة المشاريع صار التسريب يمكن يوم 19 ولا 18 جانفي 2024, أي بما يقارب 15 مليون بريد إلكتروني, أي ما يقارب 70% من عدد المستعملين بتاع تريلو اللي هو ما يقارب 22 مليون مستخدم وخرجوا منه 15 مليون. تنحكيو بأكثر تفاصيل شوي آخر في سايبر بطبيعة الستوري بتاعنا, سينو في سايبر أدوايز باش نحكيو على النصائح لحماية المعطيات بصفة عامة. هما علاش اخترنا في سايبر أدوايز الموضوع هذا اللي هو حماية المعطيات؟ شو ما نصائح لحماية المعطيات بعدها بالانسيدانس متاع الفويت اللي متاع الليك اللي صار في تريلو. هذا كان خلينا مش نحكيه على كل ما هو شنو النجم ناخذه احنا في الشركة بتاعنا ولا حتى في حياتنا الخاصة باش نحميو المعطيات الشخصية بتاعنا والمعطيات بصفة عامة. هذا هو دونك هذو مهم المواضيع باش نحكيه فيها في حلقة اليوم. سينو خلينا نبداو بسايبر ستوري. سايبر ستوري دونك كما قلنا باش نحكيو على اختراق لمنصة تريلو يتسبب في تسريب 15 مليون بريد الكتروني. تريلو كما نعرفوا الناس الكل هو برنامج لإدارة المشاريع يعتمد على تقنية لتحسين إدارة المشاريع الكبيرة وتحسين إنتاجية جميع الموظفين. في شهر جانفي 2024 قامت مجموعة من القراصنة بالوصول إلى قاعدة بيانات الشركة هذه دون الحصول على إذن لسرقة بيانات أكثر من 15 مليون مستخدم. من بين البيانات المسروقة هذه في هجوم الكمبيوتر أسامي المستخدمين ورسائل البريد الإلكتروني والأسماء الكاملة والمعلومات الأخرى المرتبطة بالحسابات الموجودة في المنصة هذه. في مرحلة أولى ما تمش اختراق كلمة العبور ولوحة المعلومات وبيانات الدفع المحفوظة. من خلال هذا تم احتواء المخاطر للسرقة هذه. الهاكر كان يستخدم قواعد البيانات المسروقة الأخرى مع بيانات المستخدم وإجراء الاستعلامات من خلال واجهة برنامج تطبيقات تريلو. يبدو أن أداة إدارة المشروع لم يتم اختراقها بشكل مباشر, لكن المهاجمين تمكنوا حسب الأخبار وحسب ما تحدث عليه وسائل الأعلام الإلكترونية وغيره من جمع البيانات عن مستخدمي التريلو عن طريق مسح الموقع. وجاء في تحديد بريد إلكتروني تم أخذ البيانات من تريلو وتم عرضها للبيع في منتدى قرصنة معروف جدا. دونك هذه كانت سايبر ستوري. سايبر ستوري دونك هذه القصة الكاملة محمد حبيب كحبيش متاع الاختراق هذايا أو التسريبات هذايا اللي عدد كبير برشا كما قلت أنت 15 مليون بريد إلكتروني بالنسبة لمنصة تريلو. فسرنا شنو هي المنصة من الأول. هي منصة تم معناتها الاعتماد نتاعها لتحسين إدارة المشاريع الكبيرة والإنتاجية بالنسبة للموظفين. باهي أسامة تريلو شنو تريلو ما نصورش كان فما واحد في الدومين نتاع شوية اللي عنده شوية انفورماتيك ولا حتى ليزيتيديون ما يعرفش تريلو. تريلو هو سي ان اوتي دو جيسيون دو بروجي, يعني هو أداة لإدارة المشاريع. وحتى فما شكون يستعملوا لأداة حياته الشخصية اللي كان عنده دي تاش وعنده حاجات وعنده دي تاسك يحطهم على تريلو. تريلو جاء مع ظهور اللي نحكي عليه احنا لا جيسيون دو بروجي اجيل اللي في معناتها تنجم تجري معناتها تو بو جيري لي بروجي دون فاسون تري اجيل. دونك تريلو ظهر مع اول ما بدات اداره المشاريع تتبدل اللي كانت قبل الاداره التقليديه اللي هي كاسكاد واللي نحكيه على اداره المشاريع اجيل. جاء تريلو اللي سهل للبرنسيبال ما هو يستعملوا فيه في إدارة المشاريع يستعملوا فيه لي بوا دو ديفلوبمون معناتها اللي يعملوا فيه إدارة تطوير المنظومات المعلوماتية يستعملوا فيه تريلو كأوتي دو جيستيون دو بروجي.
تريلو فيه 22 مليون مستخدم. تريلو سي اون ابليكاسيون اللي هي راهي اللي يوتيليزي دوبي كلكو زاني معناتها في تو عندنا العديد من السنوات اللي قاعدين يستعملوا فيه. نحكيو على 2016 2017 يمكن حتى صحيح 2016 2017 اللي بدينا نستعملوا فيه في تريلو بدا معروف. فما معناتها فما ادوات اخرى بتاع اداره مشاريع ظهرت، لكن تريلو من اكثر من اول من البيوني في اداره المشاريع. نقول نحكيو على 22 مليون مستخدم، صارت الصيغه نتاع معلومات وبيانات نتاع 15 مليون، اي ما يقارب 70% من المستخدمين. شو اللي تسرق؟ تسرقوا قاعده البيانات، فيها الاسامي، فيها ليزادريس ميل اللي هو شويه، ولكن اللي يخوف اكثر انه البيانات هذه نتاع 15 مليون مستخدم توا حاليا واحنا نحكي وقاعدين يتباعوا في الدارك ويب، يعني في مواقع ومنتديات القراصنه. يعني الويب المظلم، الويب المظلم قاعد يتباع، قاعدين يتباعوا لي دوني. تريلو الاتاك اللي صارت في جانفي 2024 معناتها نحكيو عند اسابيع معناتها عند بعض الايامات معناتها نجم نقولوا صارت دوني يوم 18 و 19 جانفي 2024 وما عملتش ضجه كبيره. علاش ما عملتش ضجه كبيره وسام؟ على خاطر تريلو والنوع الهجمات هذه ولات حاجه مستنسنا به معناتها عادي. اما وقتاش هي اول ضجه نتاع اتاك في الفويت في السرقه نتاع البيانات؟ هي وقت صارت في ياهو عام 2014 بعد صارت لينكدين عام 2017 والعدد اكثر. لكن علاش حبينا تريلو بالذات؟ تريلو بالذات على خاطر راهو المستخدمين نتاعو ينجم يكون معناتها اشخاص كيف تنجم يكون فما شركات تستخدم تريلو، فما شركات فيها دي زادريس ميل كي سون بروفيسيونيل موجودين على تريلو. ما تنجم تربط تريلو بالكونت جيميل نتاعك، تنجم تربط تريلو بالكونت بروفيسيونيل نتاعك انت اذا كان الشركه نتاعك شاريه ابونمون مع تريلو. النصيحه اللي باش نعطيها للساده المستمعين قبل ما نعطيه اللي هو اي واحد يستعمل تريلو توا نصحوه باش يبدل الادريس، باش يبدل موتباس، باش يبدل الموتباس نتاعو. هذه الحاجه الاولى. فما زاد دي ميثود اوثنتيفيكاسيون على تريلو، فما شكون ما يعملش كونت على تريلو لكن يربطو بالكونت جيميل نتاعو ولا باللايف ولا لايف بوان كوم ولا جيميل بوان كوم. كيف بدلوا لي زادريس ميل لي مود باس نتاع لي زادريس ميل نتاعكم اللي مربوطين بتريلو. باهي كيفاش صارت الحادثه هذه؟ الحادثه هذه صارت انه القراصنه قاموا بعمليه مسح معناتها سكان على السيت ويب، لقاو فيه دي فيلنيرابيليتي ثغرات، وقتها باش نجمو ندخلو لقاعده البيانات وخذاو لي دوني نتاع لي زوتيليزاتور. اللي هو الحمد لله ما صارش فويت نتاع لي مود باس وما صارش فويت نتاع توسكي زانفورماسيون نتاع لي كارت بونكير، خاطر فما شكون فما ديزابونمون غراتوي فما ديزابونمون بايون بالنسبه للتريلو. كيف هذوك ما صارش السرقه نتاعهم معناتها حتى لتو يمكن الامباكت ماهوش كبير برشا، لكن صار. باهي خلينا نبدا معك السؤال هنا محمد حبيب كحبيش. هو انت قلت فما 22 مليون مستخدم للتريلو عبر العالم وصارت قرصنا 15 مليون 70%. علاش مش 100% معناتها صارت؟ على خاطر نجم معلاش المعلومات على الاتاك كيفاش وقت حتى الاتاك تصير على كل شيء. اي ما تاخذ وقت باش انت باش عندك 22 مليون انرجسترمون باش احنا بلغتنا باش نقولوا باش بومبيوهم معناتها باش ناخذوهم باش نتم السرقه نتاعهم ماهيش في ثانيه ولا في ثانيتين. خاطر الفويت اللي صاير فيه صار معناتها ساهل صار في 24 ساعه. فسر لك كيفاش هو راهو في لي كونترول معناتها في لي كونترول دو سيكوريتي فما دي كونترول يتحطوا ضد سرقة المعطيات. كيفاش؟ إذا كان أنت قاعدة البيانات متاعك يعني ما يقارب نجم تخرج كلك أوكتي ولا كلك ميجا أوكتي دو دوني في السكوند، معناتها باش تكونسولتي الباز دوني متاعك وتعاود تاخذ من عندها دي دوني. إذا كان السيستم يفيق فما من أكتيفيتي خارجة على الأكتيفيتي العادية، معناتها انت هاكر كيف يحب يجي يسرق ما ينجمش يهز الكل فرد ضربه ويخرج. اذا كان يحب يهز الباز دوني كلها يعمل كوبي ويهزها عنده هو باش يوقفوا السيستم باش يفيق به.
هذاك علاش يبدا يسرقوا بشويه بشويه، بداو يهزوا بشويه بشويه. يعني بعد 15 مليون نتصور في 15 في كي خلطوا 15 مليون كونت فاقوا به السيستم وقف معناتها وصارت الستوب تاعها كبير معناتها بالنسبه للمنصه. 15 مليون راه 15 مليون ادريس ما علاش ما فاقوش من الاول معناتها السؤال على خاطر اللي هاكر كيما قلنا راهو اللي هاكر على معناتها على قد ما لي كونترول قاعدين يقواو على قد مازال كيف كيف لي زاتاك ولاو سوفيستيكي اكثر. توجيه فما حلقات ان شاء الله يا اسامه باش نحكيو على الاي بي تي ادفانسد بيرسيستنت ثريت اللي هما شنو هما اللي هما هذوما نوع من الهجمات اسم ادفانسد يعني السوفيستيكي بالعربيه نجم نقولوا اللي هما كومبلكس معناتها صعب و سو تري افونسي معقده معقده. بيرسيستنت يعني اول حاجه يعملها الهاكر اعطيه يقعد اكثر وقت اكثر متخبي. وقت بتخبي ويسرق لك في الدنيا بتاعك. وثريت اللي هما المخاطر اللي هما المخاطر بتاعك معناتها هذم لي زاتاك هذوما اللي هما قاعدين نشوفوا فيهم تو سو سون دي زاتاك وين هما الاخطر هذوما لي زابيتي لي زاتاك ادفانس نتصور الخطوره نتاعها فيها درجات معناتها نتصور معناتها اخطر اخطر الهاكر اللي يبدا متخبي اخطر حاجه اسامه اخطر اتاك اللي هو الهاكر وقت اللي يوصل يقنع السيستم اللي هو سان يوتيليزاتور ليجيتيم معناتها اللي راه هو مستعمل مستعمل كيما المستعملين الكل كيما مثلا نعطي اكزامبل يمكن حكينا فيه قبل محمد الحبيب اللي هو مثلا باش ياخذ فلوس وياخذك اللي هو الكليون معناتها هو وتسيب له الفلوس. اذا كان اسامه هو كليون في بنك ومستانس يجبد ما قيمته 200 ولا 300 دينار في الاسبوع مثال يعمل بالكارت نتاعو كل جمعه كل نهار اثنين ولا نهار جمعه يجبد كسر ميديك كيف يجي اسامه ولا كيف يجي بالكارت نتاع اسامه ونجبد 2000 ولا 3000 دينار فرض السيستم نورمالمون يقول له رد بالك راهو هذا خارج على العاده على عاده اسامه في استعمال السيستم وقتها يخرج اليرت يا خارج اليرت وينجم حتى يوقفك يقول لك لا راه ماكش مستانس تجبد السوم هذه لازمك تاخذ اوتوريزاسيون لازمك تدخل للداخل في وسط المصرف الظاهر اللي انت هو اسامه. الهاكر هذاك اش باش يعمل باش يحاول يشوف اسامه كيفاش قاعد يستعمل في اليوتيليزاسيون العاديه بتاعه ويحاول يلعب الدور نتاع اسامه باش يظهر روحه اللي هو يوتيليزاتور ليجيتيم. وقت الهاكر نجم تنجح الحكايه تنجح الحكايه على ديزاتاك راهو يقعدوا بالسته وتسعه اشهر. اقول راهو الكلمه ديما نقولها ماكش باش تلقى عباد بالهم واسع وعندهم صبر قد الهاكر راهم لي بيرات عندهم وسع البال وصبرين معناتها راهو يصبر معاك حتى لين يلقى لك الثغره بتاعك. معناتها راهو نحكيو على استراتيجيات عسكريه معناتها راهو يلقى لك الثغره وقت يلقى الثغره وقتها باش يضرب. من هذاك علاش ديما يقعد يستنى لين يفهم المستعمل كيفاش يخدم ومن بعد يسرق ويحاول يقلد المستعمل يقلد المستعمل العادي. نرجع سابا نحكيو على تريلو اللي هو قلنا 70% من ليزيتيليزاتور تاع تريلو. توا شنو هو الريسك اللي قدامنا سي اسامه اللي هما ال 15 مليون بريد الكتروني نجم نستعملوهم في لي زاتاك دو فيشينغ معناتها عمليه التصيد. معناتها عندي ادريس ميل نتاعك عباره على عندي معلومه من المعلومات اللي انت تحب تخبيها خاطر مش سهل واحد باش يبعث باش يعطي الادريس ميل نتاعو خاطر تنجم تكون نجم تتباع نجم مانيش باش نعمل بها ديزاتاك نبيعها للي سيت نتاع الماركتينغ باش يبعثولك باش يعملك بومباردمون على الايميل نتاعك نجم نبيعها زي كيف كيف الهاكر تخلين باش يحاولوا يعملوا عملية تصيد بالادريس ميل نتاعك. نجم نعرف هل قبل قاموا بعملية التصيد نتاعك والا لا. تو فما دي سيت ويب تنعطيو الاسم نتاعو نجم تاخذ الادريس ميل نتاعك تحطها في السيت ويب هذاك ويقول لك هل ادريس ميل هذيك تم استعمالها تم سرقتها والا لا. فما سيت ويب اسمه هاف اي بين بيونت تنعطيه للساده المستمعين حتى بال معناتها شنو هو المغزى نتاعو نجم تحط الادريس ميل نتاعك ويقول لك هل انه الادريس ميل نتاعك صار التصيد نتاعها ولا صارت سرقتها والا لا. وهو سيت مستعمل راهو نستعملوه احنا حتى في عمليات الاختراق معناتها في التوسكي لي بان تيست باش نعرفوا انه راهو فماشي شكون يشتغل في الشركه هذيك صارت عمليه التصيد نتاعو. نجم يكون هو ما في بالوش نجم يكون هو ما في بالوش هو علاش اختار لهنا شنو نجم انت راهو في الاتاك نتاع تريلو
تسرقت منك كان لادريس ميلك هاو، متنجم في اتاك اخرى قديمه تسرقت منك لادريس ميل والمود باس، وانت ما زلت تستعمل فيه بهذم باللي دوز انفورماسيون هذم نجم ندخل لك للميل نتاعك. ولهنا معناتها لهنا الاصل المشكل، معناتها انك ينجم يكون فما معناتها صار عليك سرقه نتاع بيانات ومعطيات شخصيه وانت ما في بالكش وقعدت تستعمل في الكونت نتاعك وتفيق بيه كان في ليله وضحاها، معناتها صحيح في بين ليله وضحاها نجم يجيك مالي يقول لك شنو هذا وشنو ليزانفورماسيون اللي قاعد تخرج فيها وش بيك، وانت في الاخر بكون ماكش انت اللي قمت بالعمليه كيما صاروا معناتها يمكن هو مازال يصيروا يمكن حتى باش ننبهوا الساده المستمعين، كيف يجيك مساج بالمسنجر يقول لك من عند صاحبك يقول لك راني مستحق فلوس ولا راني بعث لي كارت تاع 5000 كارت تاع 5000 ولا راهو استحقيت فلوس ابعث لي، انا من الخوف انه نبلوكيه طول فما انا نعطيك كيفاش اول حاجه نعملها نكلمه، ما هو صح معناتها اصحاب ماهوش برشا الحمد لله هك علاش لازم نكلمه هك علاش حكيناها قبل قلنا معناتها كي تصير لك معناتها حاجه كيما هكا ميساج ولا اليرت نتاع اي حاجه ولا ساعات يقول لك راك ربحت كادو ولا اي حاجه ماذا بيك معناتها الميساج منين جاك تكلمه في التليفون، تكلم في التليفون يكونش حتى زميلك اللي يخدم تراه كل يوم بعث لك في الليل قال لك بعث لي كارت ولا بعث لي فلوس هز تليفون وكلم، ما هزش عليك كان ما هزش عليك راهي ماهيش مستعجل الحكايه خاطر كان جات مستعجله ويهز عليك التليفون. اول ريفلكس تكلمه بالمسنجر، ما بعث لك تو مسنجر كلمه تو بالمسنجر ولا بالواتساب باش تشوف باش تستفسر منه الحكايه، وهذا صار فماش واحد ما تصورش كان واحد ما جاش اقل حاجه مره صارت معناتها واحد شكون قال له ميساج معناتها سبب ما تحسيت فيه شك اي سورتو فو با كيما نوصي وساده المستمعين ما نكليكيوش على نيان ما نعرفوش تكونش حتى زوجتك بعثت لك نيان قلت لك شوف الفيديو هذه كلمها قول لها انت بعثتي هو الا لا انت بعثتي النيان هذا ولا ثبت ديما نثبته تو جينيرالمون كي تبعث لك زوجتك مساج ما تحلوش جينيرالمون تكلموا بالتليفون تبعث ليش مساج تحيه لك دونك لهنا معناتها ماذا بيه واحد معناتها يرد باله معناتها من لي ميساج هذوما كيما اللي صاروا معناتها يعني كيما قلت في المنصه تاع تريلو في الحمل الاختيارات نتاعهم نصيحه يمكن في الحلقه نتاع الاسبوع الجاي باش نعطيو شمال نصائح اللي هو نجم نبداو بالحلقه شنو النصائح لحمايه المعطيات نتاعنا باش نبداو بسايبر ادفايس توا نحكيو على شنو النصائح وزاد كيف شنو على نطاق الشركات كيفاش تحمي المعطيات نتاعك تنجم تعمل عملية تدقيق تنجم تعمل عملية الجرد المعطيات نتاعك الموجودين تقري وتعمل awareness للمستعملين نتاعك يعني تعمل عملية تكوين معناتها هذوم الكل باش نحكيو فيهم وباش نشوفوا كيفاش قوموا بعملية حماية المعطيات نتاعك. باه فما سؤال قبل ما نمشيو للسايبر ادفايس انت حكيت من الاول قلت اللي صار ديز اتاك معناتها قدم قبل تريلو على ياهو على لينكدين وغيره كي يصيروا لي زاتاك هذوما المنصات الاخرى ما تردش بالها ما تحاولش انها معناتها تزيد قوي الحمايه نتاع المنصات نتاعها او انه اليوم في المقابل الاختراقات والثغرات موجوده بنسب معناتها بدرجات وسامه لا لا واضح هو سامه في العالم نتاعنا فما يمكن زوز يعني زوز طائرات في التفكير في التوسكي سايبر فما العباد اللي تحب تبني وفما العباد اللي تحب تهد تسرق وتهد هذا كما فما عباد تهاجم وعباد قاعده تدافع وراهو في وقت اللي تبدا انت تقوم بعمليه الدفاع مثلا انت سمعت بكونكورون ولا شركه اخرى صارت لها عمليه قرصنه باش تقوي لي كونترول نتاعك باش تحط سي نورمال يصير وبلي باش تعمل احنا نقولوا راهو لو ريسك زيرو نيكزيست با يعني معناتها الخطر صفرش معناتها خطر صفر معناتها انك توا ما عندك حتى مخاطر ما فماش في الدنيا هذه لو ريسك زيرو نيكزيست با معناتها ما فما حتى ريسك تعطيه سكور نتاعو صفر ديما راهو الريسك موجود الخطر موجود خطر السرقه نتاع لي دوني مهما تكون القوه نتاعك تذكرت شي اسامه لاتاك اللي صارت على البنك سنترال تاع بنغلاديش حكينا عليها نتاع سويفت حكيو على الحمايه نتاعو معناتها راهو حكيو على مصرف مركزي
وتم اختراق البرا وحتى في تونس صاروا اختراقات وقاعدين يصيروا في اختراقات، لكن الحمد لله حتى التو في تونس ما صاروش ديزاتاك اللي وقفوا بلاد، لكن فما ديزاتاك صاروا في دول أوروبية وين وقفت، فما دول وقفت كما الاتاك تاع واناكراي مثلا، فما مطارات وقفت، ما تصور في مطار في ألمانيا يقف، لا عاد فما طائرات تطلع، لا عاد فما طائرات نجم تنزل، علاش؟ على خاطر دونك لهنا باش نلخصوا كيف المستشفيات، ذاك المستشفى نتاع في فرنسا اول حلقه بدينا بها سايبرتور، اول حلقه راهو مستشفى يتلهى بالصحه، الصحه نتاع الناس، حياه الناس مش صحه، حياه الناس وقف انت في مبالك شو تتخيل انه الهاكر ينجم يعمل، دونك حياه البشر عنده هو، حيث بشر عنده هو ما عادش تسمح حتى شيء. أقوى دفاعات تنجم يتم اختراقها من أقوى الهجمات. يعطيك الصحة. باهي نمشيو تو تسويت السايبر ادفايس. سايبر ادفايس. باش نكملوا في النصائح للمستمعين نتاعنا، النصائح المرة هذه لحماية المعطيات بصفة عامة. باهي. أحلى المعطيات نتاعنا وين معناتها شنو هو الفورم نتاعها؟ كيفاش نجم تكون؟ يا سو فورم فيزيك يا سو فورم ديجيتال. شنو معناتها؟ معناتها اذا كان انت عندك معطيات نتاعك تكون على سوبور فيزيك، ورقه، بطاقه تعريف، جواز سفر، يا تكون سو فورم ديجيتال، معناتها لوجين ومود باس نتاعك كذا، معناتها سكان نتاع تصويره، سكان نتاع اي حاجه تكون موجوده عندك اون ديجيتال. هذا مزوز اللي يبداو سو فورم فيزيك نجم تحميهم سهل، نجم تحطهم في كوفر فور تسكر عليهم والمفتاح تحتك، نجم بطاقة تعريف وباسبورك، بطاقة تعريف ديما فوقك ولا مخبية، لكن وقت اللي تبدا سو فورم ديجيتال غادي وين يمكن نختار، علاش؟ على خاطر انت كي باش تحطو سو فورم ديجيتال معناتها في تليفون ولا في لابتوب ولا في تابلت، اول حاجة معرض للسرقة، حاجة عادي معناتها نجم لا قدر الله السرقة او الضياع ولا ضيع، وكيف هو ضيع الميت معناتها نجم معناتها تنجم تعاود القمية اذا كان سرق، نعرف اسامة ولا نعرف السيد هذاك ونسرق له تليفونه باش نسرق له الدوني نتاعو، لابتوب تليفون وتابلت، تو فما حتى دي دوني نجمو نستقيهم في السمارت واتش نتاعنا، نجم فما تو دي سمارت واتش يتلهاو بكل ما هو معطيات صحيه، ما تنجم عباد تبع معناتها اللي يعمل مثلا في السبور ولا غيره، حتى العباد تبع في القلب نتاعهم في الضغط في الديابيت، كل ما تكون معطيات شخصية ما نحبش حتى حد يعرف اللي راهو هو شنو الحالة الصحية بتاعي، نجم تشتكيو في وسط السمارت واتش، بعد هذا بالكل سو سون دي ديسبوزيتيف نجمو نستكيو فيهم دي دوني. دونك كيفاش نجمو نحميهم؟ أول حاجة يلزمك تحط تو مي اون بلاس ان سيستيم دو كونترول داكسي للي دوني نتاعك، يعني عملية ولا سيستيم باش كان انت وكان العباد لوتوريزي نجمو يدخل مثلا في تليفونك، تحط مود باس وتحط الامبرانت فاسيال والامبرانت ديجيتال نتاعك، وفما توا في بعض لي ديسبوزيتيف نجم تعمل سكون ابيل لي دوسي سيكوريزي، معناتها حتى لي زاكسي لهم يكونوا بالمود باس، يعطيك الصح ولا الامبرانت نقصوا السناسه نتاع هنا كل شيء يصوروه بالتليفون، انت عندك بطاقه تعريف، عندك باسبور، عندك حاجه تصور بالتليفون، تصور جينيرالمون معناتها محمد الحبيب نلقاهم عند التوانسة برشا الحاجه هذه، معناتها كثير معناتها هو سي نورمال، معناتها تلقى عنده تليفون يصور فيه كل شيء، معناتها هي عاده معناتها هما دي براتيك، معناتها تو بي سي بورتابل نتاعك، البي سي بورتابل نتاعك لازمك ترد بالك عليه ما تخليش يجي زي كيف تنحكي مع سيد المستمعين كيفاش نجم تعمل كريبتاج نتاع الديسك نتاعك، شو اللي كان انت نجم تدخل، وهذا من كيفاش باش تحمي، هذه الحمايه. والحمايه الثانيه اعمل ديما دي سوف جارد للدوني نتاعك، مش كان لا قدر الله تسرقوا في الجيميل، تعمل السوف جارد نتاعك في الجيميل، تعمل سوف جارد على ديسك دور اكسترن وتخبيه على فلاش ديسك وتخبيه ترد بالك عليه، وحتى الديسك دور والفلاش ديسك زي كيف ترد بالك عليهم تكريبتاج. باش تكمل لنا النصائح هذه في الحلقه القادمه، محمد حبيب، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل، شكرا لكم على الاستماع، نتقابل الثلاثاء الجاي.